بدول شرق آسيا هيك نوع من السيارات موجود كتير، لكن باللبنان عم نشوفها بالسنوات أو بالفترة الأخيرة بفضل عن بخاطر. رح نحكي اليوم عن أبي من بياجيو، أكيد سيارة بثلاث دوليب. خلوكم معنا إضافة لسكوترز من بياجيو أيضا، كل التفاصيل بعد لحظات. اكيد لما نحكي ان بي او ان بخاطر، ان كان موتور بايكس او حتى سيارات، جو كمان معنا نضوي اكثر على الطرازات الحلوه والغريبه اللي عم نشوفها اليوم بالسوق اللبناني. يعني مثل ما حكيت بالمقدمه، هيك نوع من السيارات ما كنا نشوفه بلبنان. صح. اليوم بفضل ان بي صار متواجد، وبياجيو كمان، يعني المفاجاه انه مصنع تلياني عم بيصنع هيك نوع من السيارات. نعم. هل برايك قبل ما نفوت بتفاصيلها جو، هيك نوع من السيارات بثلاث دوليب ممكن تنجح عنا بلبنان؟ اكيد جورج، لانه حتى ليه؟ بايطاليا وبالبلاد يوروب عم بنعوز هيك، عم نعوز هيك سيارات وهيك هيك مكانات اذا بدنا، لانه اذا بتطلع هي مثل السياره بس هي اون فات موتور. اوكي، اليوم اذا نطلع فيها جورج بنلاقي عندك دولاب من قدام، دولابين من ورا، مع مثل بيك اب للشركة الكبيره تقدر تحمل فيها وما تكون عم تستعمل بيك ابات كثير كبيره وتنزل فيها على بيروت. هيك عربيات عم يستعملون، كانوا مثل ما قلت انت بالاول بالفار ايست، صاروا بيوروب، صاروا بلبنان هلا كثير مطلوبين وكثير ناجحين. بنذكر انه طريقه قياده هالابي من بياجيو هي مثل الدراجه اناريه. نعم. يعني من جوا في عنا اكيد لانه دولاب واحد عم تسوقها مثل ديركسيون الموتو. صحيح. مش بديركسيون سياره. صحيح. وهيدي شغله كمان ملفته جدا بقياده هيك نوع من السيارات. سبق وجربتها جو؟ اكيد سقناها وجربناها. عم الموتو بياجيو ابي 220 سي سي جورج، بتحمل 805 كيلوغرام، مثل ما شايفين حاطين عليها موتويتين، زياده عن هيك مصروف البنزين تبعها قليل وبتمشي تقريبا 70 كيلومتر بالساعه. فاليوم بقلب بيروت، بقلب المنتجعات، بقلب حيلا اليوم اعتبر عندنا منتجع وعندنا شركه كبيره بس تنقل اغراض بقلبها، ما لنا بحاجه لبيك ابات كبيره، حتى سعرها جدا منافس للتركات الكبيره. وكمان بعجله السير بتقدر تزمط، اول شيء الباركينج تبعها صغير. صح. وبالشوارع الضيقه مش بحاجه لبيك اب كبير تنقل اغراض ولا عاليه حتى تكعلو، حتى فيها تقطع وين ما كان بقى. لا فعلا شغله كثير كثير حلوه، وحلو نشوف هيك نوع جديد. نعم. من السيارات، سيارات الثلاث دوليب موجوده اليوم بالسوق اللبناني على ظهرها لهالابي من بياجيو. قبل ما نحكي عن السكوترز بس بنعرف سعرها لهالابي. نعم، سعر البياجيو ابي 7999 دولار، ما ضمن اتفاقه، وكمان عليها كفيل السنتين انليمتد مايلج. بدي زيد شغله جورج، قد ما شكلها ملفت لابي، اليوم الشركه عم تاخذها عم تعمل لها براندنج، عم تعمل دعايات عليها وعم تحط ارقام تليفوناتها، عم بجيب لها كثير نتيجه. يعني لانه العالم بتلفتهم بتطلع عم بتشوف شو الدعايات يلي عليها للبياجيو. جانت 20 انش، ما هيك عم نحكي؟ هون 22. نوصل للسكوترز الحلوين، الليبرتي من بياجيو كمان 150 سي سي، قوة منا عطلة ابدا. نعم. وشكل كثير ترندي، هذا الحلو فيها للسكوتر البياجيو. يوم اثنين مثل بعض، كل وحده لون ولا؟ نو لا، عندنا البياجيو ليبرتي 150 سي سي والبياجيو فلاي 125 سي سي. بنبلش يلا بما انه صارت الى جنبنا من 150 ليبرتي. نعم جورج، بياجيو ليبرتي 150 سي سي تستعمل باكثر من 40 دوله بالعالم للبريد وللدليفري، خاصه بيستعملوها الشرك الكبيره يلي عندهم فليت سيرفيس او يلي عندهم دليفري كثير او عندهم. نعم. كوريا كثير. مثل ما شايفين عندها دولاب بيجي جان تبعها اكبر من السكوترز العاديه. صحيح. لانه الدرايفر اللي عم بسوقها كل يوم عم يتنقل عليها كل يوم عم بيستعمل مايلج كثير عالي، بحاجه يحس بالكونفورت. دولاب الكبير اقل، يعني اكثر كونفورت واقل فايبريشن. زياده عن هيك اليوم بياجيو طورت هيدا الانجن، ك 150 سي سي صار 150 سي سي 3 فالف، 3 فالف بدل 2 فالف، يعني اليوم عم نحكي بباور اكثر ب 8%، اقل بوليوشن ب 30%، واقل مصروف بنزين كمان ب 30%. ومثل ما عرفت انه تعمل 1150 بالتنكي جورج، 1150. نعم. بالتنكي، وكمان سندها بالشهر بس 93 دولار. صحيح. هذا ذا فيري فيري بيج اوفر، عم نوفر بنزين، موفر باركينجات وغيرها، مدفع اكثر من 100 دولار حتى بالشهر. هيدا هو الهدف منه. نعم. اليوم حتى جورج البنوك عم يتعاونوا معنا، لانه اليوم بحاجه لبنان لهيك نوع سكوترز خاصه بقلب بيروت. سو اليوم اذا بتوفر بس باركينج السياره وما حقلك لك البنزينات بتكون عم بتطلع سند، سو انت ما عملت انفستمنت لتشتري سكوتر تتنقل عليه. قبل ما نحكي عن فلاي 125، عم تشوف الهلمتس اليوم كمان. الهلمت اكيد اهم شيء يكون حاطين هلمت والسيفتي جاكيت والجلوفز والهلمت على راسنا. للاسف بعد عم نشوف مشاهد بلبنان
لكثير دراجين عم يطلعوا من دون الهلمت على راسهم او بحطوها مثلا مجرد منظر من دون ما يبكلوها. نعم. انه هن حطوها بس تما ياخذوا اي ضابط. ما بقى هيدي شغله للاسف يعني بعدنا عم نشوفها. بنطلب من كل يعني هيدا واحد عم بيحافظ على حميته على سلامته مش على سلامه غيره. دائما يكون الهلمت مبكله. سيفتي كامز فيرست جورج، كرمال هيك شو ما كنا عم نعرض على طول بنحط الهلمت. بننصح كل العالم يلبسوها دائما. كرمال هو الشخص، لا سمح الله صار انسيدنت وكل واحد معرض يكون واحد حامي حاله بدرجه اولى. وصلنا على الفلاي 125 سي سي. نعم. من البياجيو كمان شكل دائما على موضوع البياجيو عن جد على شكل ديزاين كثير حلو ان كان للسكوترز او للموتويات. خبرنا كمان اليوم هيدي اليوم عم نشوف اكثر لكل يوم يعني خرج تنقلات بيروت. صحيح. تلميذ جامعة حدا بده يروح على شغله، حدا بده يروح يتنقل عليها، شكلها سبور اكثر، شبابلكيه كثير حلوه. 125 سي سي 12 حصان، كل ال 125 سي سي اللي بنشوفهم بالسوق هن 10 او 9 فاصلة احصنة، بما انه بياجيو مثل ما قلت لك طورت الانجن ل 3 فال بدل 2 فال، هي الموتو بتعطي الفلاي 125 بتعطي 12 حصان وكمان مصروفها 1300 كيلومتر بالتنكي، يعني اليوم جورج ب 20 دولار بالشهر فيك ضلك ماشي كل الشهر على نفس البنزين. ختاما جو بتحب توجه اي رساله ونحكي شوي عن السكول بشكل موجز؟ نعم عندنا نحن جورج بتعرف الان ار تي نيو رايدر تكنيك، يعني عندنا مدرسه تعليم السواقه الاشخاص دو زيرو فيها تبلش تتعلم السواقه عندنا. هلا عم نقدم اول كورس فور فري، وبدل الكورس بدل 385 دولار صار بس 99 دولار لنشجع الاشخاص تيجي تتعلم تسوق موتو مع بروفيشنال انستراكتورز 1 تو 1 هني والكوتش وكل شيء من عندنا من كاسك لسيفتي جير للموتو. بدي ازيد شغله بس جورج، في عندنا نحن اليوم الاي ار تي كورس جايبينها هي كاليفورنيا سوبر بايك سكول، اهم مدرسه تعليم سواقه بالعالم للاشخاص اللي بتسوق. بنعطيهم ادفانسد كورس بيتحسنوا بدرجه 80% عن شو هن بسوقوا. انا صرت اعملها ثلاث مرات وكل سنه برجع بعيدها وعن جد يو امبروفر. شريك عم تربح سباقات الكي تي ام هيك؟ اكيد. على كل حال رح نشوف ايف بحلقات مقبله ونحكي معه عن هالسباقات. كومبتيشن حامي كثير. كومبتيشن حامي انت وايف عم بتكون، رح نحكي معه بخصوص هالسباقات الحلوه اللي عم تعلوها كل احد تقريبا على حلبه الكارتينج بالزوق. ثانك يو جو. مشاهدينا هي كانت حلقتنا لليوم مع اكيد السياره الجديده من بياجيو لابي بثلاث دواليب وسكوترز ان كان الفلاي او السكوتر الثاني الليبرتي. اكيد تابعونا كل يوم بدرجات ناريه جديده. الى اللقاء.